الله خيرا. لا تستكثر ابدا ابدا. الذنوب كثيره يا شيخ. اسال الله ان يغفر لنا. انا اود ان ابشر هذه الامه بانه مهما عظمت الذنوب وكثرت ولو كانت كبائر، فالله جل وعلا اجل وارحم من ان يلجا اليه عبده معترفا بذنبه ثم يغلق الباب في وجهه. تقبلنا؟ والله ابدا لا يردنا. يرد يدينا صفرا؟ والله لا يرد ايدينا صفرا ابدا. هذا وعد. عن اي ذنب؟ عن اي ذنب مهما عظم؟ حتى الشرك. ازاي يا شيخ وربنا بيقول ان الله لا يغفر ان اشترك به؟ لا يغفر لمن يشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن مات مصرا على الشرك.